دولة الإمارات أثبتت قدرتها على أن تكون النموذج الملهم للعالم في تحقيق السعادة والرفاه وتحسين مؤشرات جودة الحياة بكل ما تملكه من طاقات وموارد، حيث طورت العديد من سياساتها وبرامجها التي أسهمت في قيادة الجهود العالمية نحو ترسيخ هذه المعايير وعملها على تطوير الشراكات الدولية الداعمة لأهداف السعادة ونشر قيم الإيجابية من خلال تجسيدها على أرض الواقع، ما أهلها أن تحتل المرتبة الأولى عربيا وللسنة الخامسة على التوالي والمرتبة 21 عالميا في التقرير العالمي للسعادة الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة. ليس من باب المصادفة أن تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً وللسنة الخامسة على التوالي والمرتبة 21 عالمياً في التقرير العالمي للسعادة الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة. فقد جاء هذا الإنجاز نتيجة طبيعية للاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي اعتمدتها الدولة من أجل توفير السعادة والرخاء والرفاه لمواطنيها وزائريها والمقيمين على أرضها، وهو ما تجلى بتعيين وزير دولة للسعادة واعتماد البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية ودليل السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل ومجموعة من المبادرات الداعمة لهدف الدولة النبيل في نشر قيم وممارسات السعادة والإيجابية وتعزيز جودة الحياة. لقد جاءت نتائج تقرير السعادة العالمي، ودولة الإمارات تحتفل بيوم السعادة العالمي، حيث شاركت شعوب العالم الاحتفال بهذا اليوم لتؤكد عنايتها الكبيرة بتضمين معايير ومؤشرات السعادة وجودة الحياة في صميم السياسات والعمل الحكومي وعمليات التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء في القطاعات كافة على الدوام، ووضع مؤشرات لقياس مستوى السعادة وجودة الحياة وصياغة مفاهيم حديثة في تحسين الخدمات الحكومية وتسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان وإسعاد المجتمع وتلبية طموحات الأفراد بشكل مستدام. رفع دولة الإمارات شعار سعادة المواطن أولوية في سياسات الحكومة وخططها الاستراتيجية ليس مجرد شعارات، إنما هو حقيقة لا يمكن التغاضي عنها، وخاصة أنها قامت بتطوير منظومة خدمات تكنولوجية ولوجستية تهدف إلى تسهيل حياة الإنسان واختصار أوقاتهم عبر تطوير مجموعة من الإجراءات المميزة وذات الجودة العالية التي تنظر إلى الإنسان بوصفه القادر على المساهمة في مسيرة التنمية وخدمة الدولة ما دام سعيداً. دولة الإمارات واصلت جهودها في ترسيخ ثقافة السعادة في المجتمع حين اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية، الذي ينص على التزام حكومة دولة الإمارات بتهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية تمكنهم من تحقيق ذواتهم وطموحاتهم بما يسهم في إثراء حياة المجتمع بالسعادة ويعزز مكانة الدولة في مؤشرات جودة الحياة على المستوى العالمي.